سيد محمد، الكثير من التحليلات السياسية تقول أنه مرحلة الإخوان المسلمين تعود إلى مرحلة الثمانينيات والتسعينيات، هل ترى ذلك؟ أنا من وجهة نظري حضرتك، أنا بقول للإخوان المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين، أنتوا فشلتوا في السياسة، انتهت العملية، ويجب أن تبتعدوا عن السياسة وتكتفوا بالدعوة فقط. بالتجربة اللي كانت أمام مصر لمرحلة الخطر اللي هو النطق السياسي بعد ثورة 25 يناير، المفروض كان حزب الحاكم اللي هو الإخوان المسلمين يغير من سلوكياته في الاحتقان السياسي والاقتصادي اللي أدت بها إلى هذا. ربما فشلوا في القيادة، لكن بالسياسة هن تاريخيا يعني بكل مرحلة. أنا بعتبرها زي ما قالها المرحوم السادات، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أنا من وجهة نظري كنائب عن الشعب، أنا بقولها لك على الملأ وما بقولها وأتحمل مسؤوليتها، الإخوان، سقوط العربية الإخوانية في مصر، في سقوط الإخوان، أصبحت سقوط الإخوان اللي هي الجمهورية العربية الإخوانية على مستوى العالم العربي. عندك طموحات سياسية؟ النهارده كمواطن مصري ما عندك طموحات سياسية؟ ما بحق للإخوان يكون عندهم طموحات سياسية. ما هو الطموحات على حساب مين؟ ما هو أنت طموحات، لأن التضارب مؤسسة الرئاسة. أنت كحزب ديني وفوجئت كمسيء النهارده رئيس بلد، وفوجئت بيدير هذا البلد مش محمد مرسي، بيديرها 7-8، يبقى على حساب الشعب المصري. فشلت انت النهارده في مصر، وخطاباته الاخيره هي خير دليل على فشل الزريع في مصر. هل انت هتجعل الشعب المصري حقل تجارب لحركه النهارده الاخوان المسلمين، الحركه الدينيه؟ انا بقول انتوا مالكوش في السياسه واكتفوا بالدعوه، وده من وجهه نظري كنائب عن الشعب.